اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وروحوا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا كل شيء بنعطيكم إياه وبتستفيدوا منه أنتم وأسركم. كل واحد محتاج لأي وصفة، إحنا دائما من خلال قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب بنعطيكم كل شيء مفيد وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى بيساعد على أي طلب من طلباتكم وأي وصفة من وصفاتكم. اليوم كثيرين من الناس عندهم السمنة الزائدة، لكن وصفتنا مو للسمنة، وصفتنا للنحافة، للصبايا النحاف، للشباب النحاف اللي ما بيكتسبوا صحة وبياكلوا ما عم بيستفيدوا. فبالتالي النحافة هي نقص الوزن عن المعدل الطبيعي، فبالتالي حتى تستفيدوا في بعض الأسباب اللي بتجعل هذه المشكلة موجودة عند الكثيرين، اللي هي أحياناً الناس ما بتاكل، اللي بيكون عندها نقص بالشهية وأيضاً سوء التغذية، أيضاً طعامها مش صحي ولا بفيد، اللي مثل السندويشات ومثل الهامبرجر ومثل اللي بياكل شيبس وبحكي لك أنا خلص نفسي هذا اللي طلبته. فبالتالي الحالة النفسية بتلعب دور، والمرض بيلعب دور، وتناول الأدوية بيلعب دور، والاكتئاب والوسواس بيلعب دور، أيضا الديدان المعوية بتلعب دور. فبالتالي لازم نتخلص من الأسباب حتى يكتسب جسمنا الصحة ويكتسب القليل من السمنة. فبالتالي في بعض الأمور اللي أنا أعطيكم إياها إن شاء الله تستفيدوا منها بعض النصائح وبعض الإرشادات حتى الكل يستفيد. طبعا من الوصفات المفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى ومن المجربات، في عشبة أو بذور اسمها معروفة حب العزيز، من أسمائها حب الزلم، يؤخذ قدر 5 ملاعق منها، توضع بصحن صغير وصب عليها الماء الساخن أو الحليب، الحليب الساخن، تترك تنقع، بناخذ وبناكل منها 2 مرات باليوم. هذه بتكسب الجسم صحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الحلبة، من مطحون الحلبة الناعمة مع الحليب، مفيدة جدا للأطفال، وأيضا اللي بحب الحلبة يتناولها، هذه أعطت نتائج جدا رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا التين المجفف، من أسماء القطين، 5 حبات يوضعوا بصحن أو زبدية صغيرة، يصب عليها الماء الساخن، يضاف عليها حب اليانسون، من أسماءه الحب الحلوة اللي هو مطحون ناعم، بنخلطهم بعد قليل لما يصيروا طرايا بناكلهم 1 أو 2 مرات باليوم. هذه إن شاء الله بتكسب الجسم صحة وبتعبى الجسم وبصير جسم رومانسي ومقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ننسى كوكتيل الموز والحليب للأطفال وللكبار، مهم ومفيد جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا تناول التمر واللبن، ما شاء الله طاقة وبيعطي الجسم وبكسب الصحة وأيضا بيعبيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ننسى بالتسالي ناخذ آخر النهار اللي هو الترمس المنقوع اللي بيبيعوه كتسالي، اللي من أسمائه كناوي أو الكناوي مر، بإمكاننا أنه بالسهرة نتسلى ونتناول، وهذا بيكسب الجسم أيضا سمنة والخدود حمرة وبيعبي الخدود بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الكزبرة مفيدة جدا، تناول الكزبرة 1 ملعقة على 1 علبة لبن رايب دسمة، هذه بتفيد بعون الله سبحانه وتعالى للتسمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ننتبه لصحتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من الوصفات، وأيضا نستفيد من الأكل الطبيعي اللي هو الطبيخ يكون من البيت، وأيضا نكثر من تناول الرز وتناول الخبز، هذا بفيد بعون الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من هذه الوصفات. أيضا للإخوة اللي بطلبوا منتجات جنة الأعشاب، بإمكانكم زيارة صفحتنا من خلال الفيسبوك، صفحة منتجات جنة الأعشاب، المنتجات الطبيعية لخبير الأعشاب حسن خليفة. روحوا سلام الله عليكم وروحوا ورحمته وبركاته. اشترك
واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.